مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. في البداية ملخص الأحوال الجوية، هناك حالة مطرية جديدة تترافق بأمطار رعدية وبرديات وبرق وبرد ورعد، وأيضا مكة وجدة والمدينة أيضا ستكون ضمن تأثير هذه الحالة الجوية. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي توضح أماكن الهطول نلاحظ أن يوم السبت مساء ستكون الهطولات شاملة منطقة حائل وبريدة وشمال غرب الرياض، وأيضا تقريبا شرق المدينة المنورة وشرق جدة والطائف والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وبتستمر ليلة السبت على الأحد أيضا هطولات كبيرة، أحيانا زخات رعدية مصحوبة بالبرق والبرد والرعد في معظم هذه الأماكن، وتقترب تقريبا من شمال غرب الرياض وأيضا منطقة بريدة وحائل والمنطقة الوسطى، تقترب من الرياض وتسقط أيضا في الرياض زخات رعدية من المطر أحيانا، لكن تكون أكثر شدة في شمال وغرب الرياض وأيضا شمال غرب حفر الباطن. وهذه الحالة بتستمر أيضا يوم الأحد، تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، تمتد تقريبا من المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الغربية والوسطى، وبتتحرك إلى الشرق تقريبا، وبتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في الأودية، وبتستمر أيضا حتى تقريبا يوم الأحد على الاثنين بتكون أيضا شديدة، وبتشمل منطقة الرياض وبعض المناطق الجنوبية، وهذه الحالة تستمر أيضا حتى يوم الاثنين وتكون شاملة لمعظم هذه المناطق شمالية شرقية والوسطى والغربية وأيضا بعض المناطق الشمالية الغربية. يوم الاثنين أيضا تدخل جبهة هوائية باردة تؤثر تقريبا على المناطق الشمالية والغربية من المملكة، تؤدي إلى نشاط الرياح وإثارة الغبار والأتربة، وأيضا إلى حدوث إلى زيادة شدة الأمطار وبالتالي غزارة الأمطار في معظم المناطق، خاصة المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من المملكة. الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن اليوم الأحد هناك تقريبا كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى قادمة من الشمال الغربي، بدأت تغزو شمال غرب المملكة وأيضا تمتد تدريجيا لتشمل المنطقة الوسطى والشرقية وأيضا الغربية من المملكة، تؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة وسقوط زخات رعدية من المطر. الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد طبعا في الرياض أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا العظمى 27 والصغرى 20. يوم الاثنين أيضا أجواء تقريبا غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر العظمى 28 والصغرى 18. الثلاثاء تقريبا استقرار على الأجواء، أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة في الأماكن المختلفة من المملكة، في منطقة سكاكا يوم بتكون الأجواء تقريبا 24 العظمى والصغرى 13، تبوك 26 10، وعرعر غائمة جزئية 27 14 درجة مئوية. المنطقة الغربية والجنوبية الغربية أجواء غائمة سقوط زخات رعدية من مطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد
المدينة المنورة 30-19، جدة 32-26، مكة 31-25، الطائف 23-19. الأمطار تكون غزيرة أحيانا في هذه الأماكن، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول خاصة في الأماكن المنخفضة والأودية. أيضا المنطقة الجنوبية الغربية أيضا أجواء غائمة جزئيا، سقوط زخات رعدية من المطر. الباحة 18-15، أبها 22-13، جازان 33-28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الإحساء غائمة جزئيا 28-21، المنطقة الشرقية الدمام 26-22، حفر الباطن أمطار زخات رعدية من المطر أحيانا ومغبرة قبل الهطول تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ثم بعد ذلك أجواء غائمة جزئيا وزخات رعدية من المطر. العظمى 21 والصغرى 18 درجة مئوية. منطقة الرياض وبريدة وحائل أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، سقوط زخات رعدية من المطر. الأمطار تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. حائل 26-13، بريدة 26-19، الرياض 27-20 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نتمنى الجميع السلامة ونترككم في أمان الله.